هذا سيدي الحجازي من كتاب نفحات الصوفية سيدي الدكتور عبد الرحمن بدوي. شطحات يقول. يقول سمعت من يقول سمعنا مشايخ لنا يقولون قال أبو يزيد البسطامي يا شبيبة العلم اطلب في العلم العلم فغير ما أنت فيه من العلم علم ويا شبيبة الزهد اطلب من في الزهد الزهد فغير ما أنت فيه من الزهد زهد ويا شبيبة التقوى اطلب في التقوى التقوى فغير ما أنت فيه من التقوى تقوى. فالذي ذكرت وذكرت بعض حكاياتي وأشار ذكرت بعض حكاياتي وأشرت إلى بعض هداياته ونشرت بعض آياته هو أبو موسى الأكبر وهو الذي أثمر عمره وأمره في حسن اعتقاده واعتماده في تلك الصحبة العزيزة ولم يرث أولاد علي أحد أخوي أبي يزيد البسطامي ما ورث أولاده وما استفاد أحفاده وما استفاد أحفاده وإن في قوم علي كثرة ولكن ليس لهم الرواء من البهاء والعلوم والعقول والصيت والقبول ما لهم وهم من عن آخرهم سعداء بانتسابهم إلى ذلك الكبير وانتمائهم إلى ذلك الأثير أصابنا الله تعالى بركات أجمعهم. هذا ذكر أبي موسى أبي أخي سلطان العارفين شيخ بايزيد البسطامي قدس الله سره وروحه. فأما أبو موسى الثاني هو أبو موسى الدبيلي صاحب عبد الرحيم بن يحيى الأسود الزاهد الدبيلي ورد على أبي يزيد زائرا فلما سمع كلامه وطال عنده وأكثر من فؤادي وحفظ من نطقه ما لم يحفظه كثير من الغرباء الزائرين له والواردين عليه فلما أراد الانصراف إلى حضرته نصحه والذي أفصح عن ذلك الناس ما سمعت أبا عبد الله محمد ابن عبد الله الشيرازي الصوفي يقول سمعت أبا النجم البردعي المزكي بشكور المزكى بشكور قال سمعت عبد الرحيم القناد يقول سمعت أبو موسى الدليبيلي يقول قال أبو يزيد في وقت انصرافي من عنده يا أبا موسى أنت سائر إلى برد أرمينية فإذا رأيت إنسان يتكلم في هذه العلوم وواحد ينكره وآخر يقيمه ويؤمن به فقل للذي يؤمن به يدعو الله فإن دعاءه مستجاب. فأبو موسى اللذان ذكرت حديثهما كثير الرواية عن الشيخ أبي يزيد ولا ريب في روايتهما فلما رويا فهو صحيح وهو عن أبي يزيد الأكبر وأكثر مرادي في إطالة حديثة من تعرفهما وتنسبهما إليه وقد كانت له أحباب وأصحاب يرون عنه فإن أثبتهم عرفت صحة روايتهم وما يرون منسوبا إليه لا إلى غيره. فمنهم أحمد بن خضروي جاء إلى عنده زائرا له في 1000 رجل من تلاميذه مع كل واحد منهم سر وعند كل واحد منهم برؤون. نعم فمنهم أحمد بن خضروي جاء إلى عنده زائرا في 1000 رجل من تلاميذه فمع كل واحد منهم سر وعند كل واحد منهم برء وقد سمعت الشيخ أبا عبد الله يقول سمعت مشايخنا يقولون ورد أحمد بن خضروي من بلخ سكة أبي يزيد فوقف عليه والتفت إلى تلامذته وهم 1000 نفر فقال لهم كل من له أن يطير في الهواء ويمشي على الهواء وتستجاب دعوته إذا دعا. وكان يعد أمثال ما ذكرت من الكرامات. تعالوا ندخلوا على هذا الشيخ ولم يكن له ذلك فانصرفوا فلا تصلحوا لذلك. قال فلم ينصرف أحد منهم فكلهم كانوا بتلك المثابة وكان لكل واحد منهم تلك الكرامة وقد بلغ تلك المنزلة والحق تلك الدرجة. ثم لما لم ير انصرافهم قال لهم تعالوا حتى نرى أنفسنا كدرهم لا يأخذ أحد بشيء. فدخلوا عليه ولما سمع كلامه أبو يزيد بسطامي لم يقف عليه ولم يدركه قال له انكس على عقبك في كلامك قليلا حتى أعرف ما تقوله. ثم لما فرغ أبو يزيد من الكلام قال له أحمد إني رأيت أبا مرة على باب